ايه الحاجات اللي لازم المدرس ياخد باله منها وهو داخل البيوت بيدي الدرس؟ اول حاجه طبعا انت داخل بيوت، فالبيوت اسرار، فما ينفعش اطلاق البصر، ما ينفعش افضل قاعد، ما ينفعش بهذه الطريقه طبعا. وممكن البيوت طبعا بيكون فيها سيدات، فما ينفعش يكون بهذه الطريقه. ما ينفعش كمان ان انا اتكلم بصوت عالي داخل البيت، ما ينفعش مثلا ابقى انا قاعد، ايه ما انا حق اشرح، ماشي تشرح، ولكن مش بزعيق بصوت عالي او علشان ممكن ناس تحرج انها تكلمك في الموضوع ده. كمان ما ينفعش انك مثلا، في بعض المدرسين مش بيخلعوا الحذاء مثلا بره، فدي من ضمن الحاجات لازم نقول عليها انه لازم، الا لو هم اصروا اهل البيت، لا يا فندم ادخل واحنا اصلا هنا ده سيراميك، ولا ادخل، ساعتها ممكن تدخل، لكن غير كده لازم انك تقلع الحذاء بتاعك، وكذلك الطلاب. كذلك وانت داخل دورة المية، لو حضرتك حابب تدخل دورة المية او حضرتك، حاول انك ما توسخش المكان، ما ينفعش انك تدخل وترمي، او لا تنظف وراك ويكون المكان كويس. كذلك ما ينفعش ان احنا دايما نفضل قاعدين نطلب معلش كوبايه شاي، معلش كوبايه قهوه، معلش بس عشان نظبط، فما ينفعش تبقى انت داخل لكنك قاعد في قهوه، ما ينفعش تبقى انت واخدها بهذه الطريقه، لان دي من ضمن اسوأ الامور. ودايما مره تانية عشان نقول الحاجات اللي لازم ياخد باله منها كويس، او ما يطلقش عينه، ما يفضلش يطلب طلبات كتير وهو داخل دوره الميه، ينظف وراه، يبقى دايما سلوكه وصوته وطريقته تقدر انك تحافظ على هذا الموضوع. ودايما تنتظر اهل البيت اللي يوصلوك وتخرج من الباب، ما ينفعش تدخل وتدخل على طول انت تمشي في الشقه، لا استنى سواء الطالب او اهل البيت يدخلوك، علشان انت داخل بيوت الناس. شويه حاجات لازم تاخد بالك منها وانت داخل بيوت الناس.